احنا بنحاول طبعا ننوع معاكم كل التقارير ونكون موجودين في كل مكان نقدر نوصل له. امبارح كانت بطوله الجيزه للكره الشاطئيه واللي انتهت بتتويج نادي 6 اكتوبر وهليوبلس، واحنا حاولنا ان احنا نرصد المشهد ده في التقرير اللي جاي هنشوفه ونرجع لكم مره ثانيه. الطائرة الشاطئية دي يعني مجال جديد في كرة الطائرة على مستوى العالم، واحنا عندنا هنا في منطقة الجيزة تبنينا فكرة ان احنا نعمل دراسة، نعمل بطولة للكرة الطائرة الشاطئية للشباب، ودي كأول بطولة يعني تتعمل في مصر من هذا النوع. واحنا استعدنا لهذه البطولة استعداد كبير قوي، من ضمن استعداداتنا عملنا دراسة للحكام عشان نؤهلهم يبقوا حكام للكرة الطائرة الشاطئية عشان هم اللي هيديروا البطوله اللي هتتعمل، وان شاء الله دي اول بطوله اتعملت في مصر، وباذن الله هنكررها كل سنه باذن الله، وهيكون عدد الفرق المشاركه هيبقى اكتر باذن الله. منطقه الجيزه نشاط ملحوظ ليها الاهتمام بكره الطائره الشاطئيه، وتعتبر اول منطقه تقيم اول دراسه رسميه لحكام الكره الطائره في كرة الطائرة الشاطئيه، اعداد الحكام للنشاط الموسع الجميل اللي معمول في منطقه الجيزه. خدنا الخطوة ودي تعتبر أول دراسة رسمية معمولة في تاريخ اتحاد الكرة الطائرة إن يبقى عندنا دراسات رسمية لكرة الطائرة الشاطئية. بنعمل حاجة اسمها تنشيط للعبة الكرة الشاطئية في مصر، إن هي كانت محصورة قوي على بعض الفرق، ما كانش في بطولة محلية، كان كلها بطولات عالم أو بطولات قارية. فإحنا قلنا نعمل، إحنا كمنطقة الجيزة بقيادة الكابتن عماد باهي والكابتن هالة حسن والكابتن عادل، ان احنا نعمل تنشيط للعبه الكره الشاطئيه في منطقه الجيزه، فدي اول بطوله تتعمل لفرقه ال 19 سنه. انا كنت في منتخب البيتش بتاع الكبار، بعد كده رجعت اتمرنت عندي في النادي في هليوبلس الشروق، قعدت حوالي شهرين بتمرن مع كابتن عطا. بس بعد كده بقى جه موضوع البطوله ده وابتدينا نزود التمارين بقى، ودخلنا ناس جديده معانا عشان الماتشات وكده، احنا ما كناش عدد كبير قوي يعني، بس ما كانش عارفين في بطولة يعني، بس لما عرفنا ابتدينا زودنا التمارين وكده. بقالي بالظبط 3 أسابيع يعني لسه داخلة مشتركة جديد وكده، والحمد لله يعني مبسوطة على المجهود اللي احنا عملناه ده، ما كنتش متوقعة ان انا ممكن اعمل حاجة زي كده في 3 أسابيع يعني، فترة قليلة بالنسبة لي مش كتيرة.